الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع هذا المثل من أمثال القرآن الكريم. يقول تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن الدنيا زائلة فانية لا تدوم، ونعيمها مكدر بالتعب والنصب، ولذاتها لا تصفو. أخبرنا الله في هذه الآية عن حقيقة الدنيا بمثل عظيم. أخبرنا أولا أنها لعب ولهو، تلعب بها الأبدان وتلهو بها القلوب والنفوس، مشغلة مضيعة للوقت، تقطع الأعمار، تصيب بالغفلة والقسوة، ويغتر اللاعب الله بالدنيا، وهي كأنها مجرد منظر. قال: وزينة، منظر تتزينون به، سواء في اللباس والطعام والشراب والمراكب والدور والقصور وغير ذلك. وتفاخر بينكم، كل واحد يفخر على الآخر. ويريد الشهرة بما عنده من حطام الدنيا. وتكاثر في الأموال والأولاد، يعني مباهاة، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني التكاثر يشغل ويلهي حتى يأتي صاحبه الموت. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لكن هذه الملذات لو استعملت في طاعة الله ما أحسنها. فأراد النساء بالحلال ليعف نفسه ويعف زوجته ويبتغي الولد ليكون عزا للإسلام أجر. وتكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، روى أبو داود النسائي وحديث صحيح. وكذلك لو جمع المال للصدقة به وإنفاقه في وجوه البر والطاعات ونصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونشر الدين، وليكف نفسه عن السؤال لا للتباهي ولا ليلتهي به عن الآخرة، ولا يأخذه من حرام لينفقه في باطل، وإنما المقاصد الشرعية، فنعم ما هو. إذن الحذر من أن تكون هذه الأشياء ملهية مطغية. قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، حديث صحيح. الآن نأتي إلى المثل. يقول تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. إذن هذه الدنيا ضرب الله لها مثلا في الآية بالمطر، كمثل غيث. الغيث المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس، هذا الفرق بين الغيث والمطر. الغيث يغيثهم ربهم به في شدة حاجتهم بعد قنوطهم ويأسهم من أن ينزل، فيأتي فيكون غيثا وغوثا. إذا نزل هذا المطر ماذا سيحدث؟
فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وتزينت بالحبوب والثمار والأزهار مختلفة الأشكال والألوان، أعجب الكفار نباته. الكفار الزراع، سمي الزارع كافرا لأن الكفر التغطية والستر، وحيث أن الزارع يضع البذرة تحت التراب يدسها فيسترها ويغطيها، وهذا معنى الكفر. وسمي الكافر بالله كافرا لأنه يغطي ويستر ويجحد حقيقة الربوبية. أعجب الكفار يعني الزراع نباته الذين زرعوه، كذلك تعجب الدنيا أصحابها، وهم أحرص شيء عليها وأميل إليها لأنهم اشتغلوا بها وانهمكوا بها واستثمروا فيها، وهم يترقبون الآن النتاج. فبينما هم على هذه الحالة من الالتهاء والانشغال والافتتان، جاءها أمر الله، جاءها ريح فيها صر برد، جاءها إعصار فيه نار، جاءها من أمر الله ما جاءها. فهاجت ويبست، ثم يهيج يعني ييبس، فتراه مصفرا بعد خضرته ونضارته، ثم يكون حطاما يتكسر. فيفنى، تفرق الرياح. فكذلك الدنيا بينما هي زاهية لصاحبها زاهرة وهو مفتون بها، جاء أمر الله فأخذت منه أو أخذ منها فرحل ممتلئ القلب من الحزن والحسرة، لم يحصل له منها ما كان يأمل. فيا حسرة من كانت الدنيا غاية أمنيته ونهاية سعيه وعمله. الدنيا تكون أولا شابة، ثم تكتهل فتصبح عجوزا شوهاء، والإنسان كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه يكون غضبا طريا لين الأعطاف بهي المنظر مفتول العضلات قويا، ثم يشرع في الكهولة فتتغير طباعه، ثم يفقد بعض قواه، ثم يصير شيخا كبيرا ضعيف القوى قليل الحركة يعجز عن الشيء اليسير. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ولما كان المثل مضروبا لزوال الدنيا وانقضائها وفراغها، وأن الآخرة هي الدائمة، قال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فالعمل الآخرة هو الذي ينفع، فيها إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان، هذا لفريق وهذا لفريق. فحال الآخرة لا يخلو من هذين الأمرين. من كانت الدنيا هي الغاية والهم عنده ومنتهى المطلب فنهايته في النار في أغلالها وسلاسلها وأهوالها، ومن كانت الآخرة همه وعمل لها سعى لها سعيه ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، فيكافئه الله عز وجل
ويثيبه جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن عقد المقارنة مهم، ولذلك قال في آخر الآية: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع يستمتع به هنية ثم يزول. الدنيا ينبغي أن تكون بلاغ للآخرة، ولا يغتر بها ولا يطمئن إليها. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ومهما واحد عمر فيها فسينقطع عنها أو تنقطع عنه. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. قال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فنحن ينبغي أن ننعتق من العبودية للدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فيا خاطب الحسناء إن كنت باغيا فهذا زمان المهر فهو المقدم، فأقدم ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدم، وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. نسأل الله الفوز بجنته، والحمد لله رب العالمين.